مؤاخذة نادي متبهدلة، ممكن اتكلم معاك؟ طب اسمعني بس الاول، انت عارفة انا نفسي في ايه؟ بطانية. هو انت عندك سرير؟ انا مش بحسدك والله، انا عندي سرير على فكرة. الرصيف اللي هناك ده، هو باباك ومامتك عايشين؟ تعرف اللي انا مش عارف ابويا وامي فين؟ انا كل يوم اما بنام بيطلع عليا الحرامية والبلطجية بياخدوا مني الفلوس، ولو مش معايا بيعوروني في جسمه كله، وجسمه كله متعور. تعرف اللي انا ما عنديش صحاب؟ نفسي يكون انا وانت صحاب. يبقى تعالى اسال عليا، انا بيتي جنب الزبالة دي. ايه ده؟ هو الراجل ده بيعمل معاه؟ انا هقول لك على حاجة ومش هتصدقني، انا ساعات بدخل مطاعم. والله انا بمسك الورقة بتاعت الاكل عشان اشوف شكله، وببقى نفسي اقراه واعرف شقر. بس انا اعرف اكلات برضه، اعرف الكشري والطعميه والبطاطس، بس انا نفسي اكل فراخ. انا مش بحكي لك عشان الفلوس. مش انت قلت عايزين نبقى اصحاب؟ طب انا بقى هعتبرك اخويا الصغير، خد دول مني. انا اسمي ميدو. ماشي يا ميدو، افضل واقف هنا هجيب لك حاجه تلبسها واقف. هو الراجل ده كان بيقول لك ايه يالا؟ رايح اجيب لي حاجه البسها واداني فلوس. ده كام؟ يا نهار اسود، 50 جنيه؟ امشي وما اشوفش وشك هنا تاني. طب اروح فين؟ اتنقل في اي مكان غير ده. هات الفلوس. مفيش فلوس، امشي يالا بدل ما يقلي بيك. ومرنا بحاجة معلمة؟ كان فعل صغير هنا ما شفتوش؟ توصل منه؟ اه هو وصل يجيب اكل وجاي. طب هيرجع بسرعة ولا هيتأخر؟ لا مش هيتأخر، هو في حاجة ولا ايه؟ مفيش، كنت جايب له الجاكيت ده. طب سيبه انا اديهوله. ماشي خده اهو وعرفه ان انا راجع تاني. ماشي. يا ابن المحظوظة، هات أمك من توا. كده إيه؟ كده أنا بيت ابن ناس. ماشي خده أهو وعرفه إن أنا راجع تاني. ولا مش أنا قلت لك ما تجيش هنا تاني؟ أنا آسف والله. تعالى بقى وأنا أعلمك الأدب. خلاص خلاص والنبي خلاص. انا بقى هريحك من الدنيا دي كلها. خلاص والنبي. تعالى. خلاص والنبي. انت ما بتسمعش الكلام، بقول لك ما تجيش برضه جيت. خلاص والنبي. خلاص والنبي. خمس زاوية القطر هي.